مساء الخير، مساء السعادة، مساء الصحة والجمال على كل مشاهدين قناة الصحة والجمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويا رب النهاردة تكون حلقتنا تكون خفيفة وتكون جميلة وممتعة للجميع، ويا رب كل الناس اللي بتحاول تتواصل ومش بتعرف تتواصل معايا تتواصل النهاردة إن شاء الله من خلال الأرقام اللي هتكون موجودة عندكم على الشاشة دلوقتي. كالعادة في أحلامنا في رؤيانا بنشوف حاجات كتير جدا بتكون مفزعة، وأوقات كتير قوي بنبقى حابين نعرف معانيها إيه، ودايما بتكون عامله لنا مخاوف في حياتنا، ودايما بتكون اشاره لحاجات في حياتنا. احنا من خلال الاحلام ممكن الانسان يبحث عن ذاته ويعرف ايه مشاكله مع نفسه من خلال الاحلام، لان انت في الاخر كل اليوم بتاعك او مشاكل اليوم بتاعك او الاحداث او الفرحه او اللقاءات مع اي حد بتلاقي كلها اتجمعت في الذاكره عندك، ففي الاخر بتديك الفكره بتاعت المقابلات والمشاحنات والدوشه، فبتدي لك على هيئه احلام. ممكن من خلال الرؤية اللي بتجيلك دي ان انت تقول انا المقابلة بتاعت النهاردة يا ترى كانت خير ولا ايه، وتبدأ ان انت تبحث مع نفسك، فتلاقي من خلال الحلم بتاعك هتلاقي الرسالة بتاعتك فيها ومبشرة خير ان شاء الله. هاخد اول اتصالاتي. نسمة، اهلا نسمة. السلام عليكم، ازيك يا زميلة؟ حبيبتي نورتيني يا نسمة. ده مركزتك، ربنا يخليك يا رب. اتفضلي يا نسمة. الحمد لله دايما بتنوريني يا حبيبتي. ده مركزتك، ربنا يبارك فيك يا رب. اتفضلي يا نسمة. قبل ما اقول حلمي لو سمحت خلي اداره القناه تنزل الحلقات بتاعتك. طب كذا حلقه مش منزلين على النت، كل البرامج نازله الا الحلقات بتاعتك. طيب يبقى ان شاء الله هننزل الحلقات. حاضر والله، لسه قايله لهم النهارده قالوا ان احنا بننزل الحلقات يا نسمة. والله العظيم متابعه ما فيش حاجه خالص، وكل ما بتصل اقول له حاضر هننزل وما فيش ننزل. لا تنزل الحلقات يا نسمة. حاضر حبيبتي ان شاء الله. اتفضلي يا نسمة معاكي. تمام. الحلم بتاعي، اللهم صل على رسول الله. حلمت ان انا وبنت خالتي هدى واحده صاحبتي اسمها حنان رايحين المدرسه، فركبنا موتوسيكل ورا واحد على اساس ان دي عربيه في المنى، وراح ودانا البلد اللي فيها المدرسه، بس ما وديناش عند المدرسه. فقلنا له طب ودينا لحد المدرسه، قال لا انا اخر هنا. المهم اخذ مني 75 جنيه وخد من هدى 30، فانا قلت مش مسامحه فيها، رب توجع مني. وبعدين مشينا كملنا انا والبنات ورحنا، لقينا المدرسه قافله ورجعنا تاني. واحنا راجعين في طريقنا كان في شجره عنب كبيره، فرحت انا ببص كده لقيت عنقود، فبمسك الحبات بتاعته لقيتها طيبه. تمام. طيب رحت وقلت طب هي مش بتاعتنا. تمام. انا اخدتها حرام، حرام ان انا اخدها. عشان ما شعرتش صحابها رحت سبتها. تمام. بس صاحبتي حنان اخدتها وكلتها. وبعدين فضلنا ماشيين، قابلت امي فبقول لها رايحه فين، ما ردتش عليا. وبعد كده رجعنا تاني مع بعض. وكان في ناس بتكسر في الناحيه اللي على يسارنا، فراحت امي قالت انا راح اخد جلوح اللي هو بتبقى فخر الكعب دي، فخر العضل القصب الخضره دي. فالمهم مشينا، كان رحت انا دخلت بيت كبير، بيت زي بيت عمدة كده، في ثلاث ستات كل واحده فيهم سنه جدا، قاعدين على كنبتين جنبهم في بعض كده وقاعدين عليهم. وفي ورحت انا قاعده معاهم. راحت بعد شويه دخلت واحده كانت لسه والده ثلاث بنات توائم. ففي واحده فيهم اللي قاعدين كانت ماسكه واحده مني، فقلت لها هاتها العب معاها شويه. اخذتها وقعدت العب معاها، وكان معايا بس شكلها تديها 3 شهور، لسه مولوده بس شكلها تديها 3 شهور وتقدر لو تمسك اي حاجه في ايدها تتحرك كده. فالمهم كنت بمص قصب، فرحت عايزه تاخد قصب مني عشان تمصه، فرحت انا اديت لها حته قلت على نفسها. وراحت خدتها واكلتها. ده حلم. طب هو بص يا نسمه، والله اعلم، ده بيدل على تكرار المواضيع، بيدل على تكرار المواضيع، وان مفيش جديد، وان في التفتيح في القديم تاني، او في افكار بتنطرح على القديم تاني، فده بيدل على تكرار المواضيع. الفلوس واللي انت استخسرتيها فيها وكلام من ده، فهو انت بتأثري حاجات كتيرة قوي، يعني انت بتحاولي ان انت تقولي خلاص انا مش هتكلم بقى في الحاجه ديت، طب انا هشغل بالي بيها ليه، لكن في اللي بيشغل بالك بيها او في اللي بيحب ان يتكلم معاكي فيها. طب وحبيت العنب اللي انا استحرمتها وصاحبتي اكلتها؟ لا، ما هو ده بيدل على موضوع انت بتقفليها، او انت مش بترجحي ان انت تتكلمي فيها.
فانت بتقفلي فيها، وبعد كده انت بتقولي يعني ما شاء الله عليك، يعني انت يعني عندك صدق في اقوالك، لما تيجي تتكلمي مع اي حد في اي حاجه عندك الحجج بتاعتك، يعني انت دايما مش من النوعيه اللي انت بتهاجمي، لا خالص ما عندكيش الحته دي، لا انت بتتكلمي وبتتكلمي بهدوء، ودايما بتوصلي الرساله بتاعتك بحكمه ومحبه، فما شاء الله عليك يا رب، ما شاء الله عليك يا نسمة. الحلم كله، الحلم طبعا هو طيب، الحلم خير، والحلم فيه ان انت بس محتاجة ان انت ايه تستثمري بقى تفكيرك في الفترة اللي جاية، تشوفي انت ممكن تعملي ايه. لعله خير يا رب. قولي يا رب. ممكن اقول الحلم التاني؟ قولي يا حبيبتي اتفضلي انا معاكي. حلمت جدا الله يرحمه ان هم جايبينه تاني في الصندوق بتاع الحط في الناس الميتة ده المتوفية، وجايبينه تاني علشان يغسلوه ويودوه تاني القبر، بس هم جايبينه ناس كتير وراه، وانا عمالة ابكي وعماد فاطمه برضه عماله تبكي. فبعدين بقول بعد ما هما جايين عشان يغسلوه ودوه تاني، فبقول طب ازاي جدي ليه سنه ونص او اكتر والدود ما كلش جسمه، ازاي الدود ما كلهوش؟ طيب وانا عماله اكررها ازاي الدود ما كلهوش. بصي ما شاء الله والله اعلم الحلم طيب، هو طبعا معناتها ان هو واحد كان راضي بقضاء ربنا عليه من تعب او امراض او اي مشاكل صحيه، وان هو دايما ما كانش بيحب يعني يروح لحته اللي هي الدواء والدواء والاطباء والحاجات من دي خالص، لكن كان مسالم وحمد ربنا وحس ان هو في نعمه، ان ابتلاء ربنا ليه في المرض هو ده نعمه، فهو كان بيقول دايما الحمد لله. في ناس ما شاء الله عليها جميله، فيعني نحتسبه على خير ان شاء الله بامر الله، وان هو في رحمه ربنا، يعني هو في خير الحمد لله يا نسمه. وارجع واقول في ناس الحمد لله رب العالمين عندها حتى المرض والمشاكل واي حاجه تقول انا في نعمه، انا في ابتلاء طيب، ده ابتلاء طيب من عند ربنا، لكن طبعا بتدعي، فان شاء الله بامر الله يعني تدعي له طبعا دايما بالرحمه وتخرجه صدقات دايما، لكن هو في خير حال والله اعلم. وان شاء الله نسمه دايما يا رب تتواصلي معايا على الخير يا رب. الحلم الاولاني ما فيهوش اي قلق ولا في اي مشاكل ولا اي حاجه، ولكن بس انا عايزه منك ان انت ايه دايما تفكري في المرحله اللي جايه وترتبي لها كويس. طبعا احنا كلنا بنسيبها على الله، ولكن طبعا بنشغل دماغنا، مثلا لو انت في حاجه معينه عايزه تعمليها، في موضوع معين عايزه تفتحيه، في مشروع معين عايزه تفتحيه، في تعاون بينك وبين حد في حاجه طيبه للخير عايزه تعمليها، فاستثمري الوقت ده وما تضيعيش وقت خالص باللي فات، الحلم ما فيهوش اي حاجه ما تقلقيش. شكرا لك يا نسمه. عايزين نتكلم ام عمرو. السلام عليكم يا ام عمرو. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ حبيبتي نورتيني، خليك من منوره الدنيا دايما يا رب. تسلمي لي يا رب، الله يخليك، اتفضلي. بصي حبيبتي انا في حلم لونك بس انا عشان بس التلفزيون فاصل عندي، فعايزك ما تحكي معاكي على التليفون. حاضر. بصي حبيبتي شفت زي ما يكون ابن خالتي معاه ورقه تحليل حمل ومكتوب عليها زي ما يكون شايفها لمراته، فانا بقول له نشوف التحليل طلعت ايه؟ فقال لي والله مش عارف مش فاهم فيها، فقلت له هي تطلع يا في حرف البي يا بصي تطلع نيجاتيف يعني يا نفي يا في حمل. فقال لي برضه انا مش عارف. فقلت له خلاص انا اقول لك الحاجه، انا رايحه للدكتوره لاختك اسمها دكتوره سمير. فانت طلع لها التحليل ده. وهي هتقول لك. بس فزي ما يكون هو هيروح يعني يشوف النتيجه ايه. ومش عايز يقول لحد محتار في النتيجه. وفي حلم تاني هقوله صغير برضه. طب هو ابن خالتك اصلا متجوز يعني بيدور على حمل وحاجات من دي يعني ولا ايه؟ ايوه متجوز ومخلف بس هو عايز ايه؟ اصل هو الحمل فبيدل على الافكار او بيدل على الموضوع اللي هم اتكلموا فيه، ولكن في عنده مشكله. هو الحمل هنا مش اللي هو الحمل هو هم او فكر. موضوع الاختبار وكلام ده فهو بيدل على التشجيع، هو محتاج حد يشجعه، محتاج حد ان هو يقول له او يتكلم معاه ويقول له طب ما تيجي نفكر في الموضوع بالراحه، حتى الاحلام كلها فيها حاجه متشابهه سبحان الله. هو كيفيه التواصل، كيفيه توصيل المعلومه او كيفيه التعامل مع بعضنا او ان احنا نشجع بعضنا ازاي، فدي بيدل على هم او مشكله عنده، فهو ممكن من نوعيه اللي هو مش بيحب يحكي او مش بيحب يتكلم، في ناس كتير قوي في الحته دي، فدايما الناس دي حساسه، فنخلي بالنا من الموضوع ده. هنطلع فاصل سريع جدا وارجع لكم تاني ان شاء الله، استنونا. رجعنا لكم بعد الفاصل ومستنيه تليفوناتكم. ام عمرو كان عندك حلم تاني، يا ريت ترجعي لي تاني ان شاء الله عشان افسر لك الحلم التاني اللي هو موجود معاكي. ولكن عايزين بس نفرق ما بين ان حد بيدور على حمل وحد حامل وحد ولد. حد بيدور على حمل فهو عنده هم او عنده مشكله او عنده حاجه محتاج حد يخرجها منه ويكلمها. طب لو حد حامل فهو بيدل على الوجع والفكر الزايد، وبيدل فعلا على المشكله او بيدل على الموضوع اللي موجود.
لان طبعا بيبقى الم ووجع وكلام من ده. ولاده فرج وتيسير بامر الله، حتى فعلا الحامل بتكون حامل فبتكون تعبانه وايام الحمل تعب، وبعد ما بتولد وكده تكون كويسه الحمد لله رب العالمين وبتفرح الجميع. فعايزين نفرق ما بين الحاجات دي. هرجع تاني اخد رساله من الرسائل بتاعتي، بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، حلمت خير معايا مين؟ الاستاذه صباح. السلام عليكم. السلام عليكم. انا حلمت حلم وعايزه اقوله لك. طيب وطي الصوت شويه. طب وطي الصوت شويه وقولي. ماشي حاضر. انا حلمت دايما ان انا في البحر وبغرق والميه بتنشف عليا. تمام. انت عندك كام سنه يا صباح؟ انا عندي 25 سنه. طيب طب وطي صوت التلفزيون من عندك يا صباح، الله يبارك لك. حاضر. يلا حبيبتي. ماشي كده. ايوه برافو. بصي طب ناخد ده الاول بعد كده ندخل حلم تاني ولا افسر ده وخلاص؟ ايوه عندي حلمين كمان. طب خليكي معايا. ماشي. ان انت بتغرقي والميه بتنشف عليكي، فانا أيوة. عايزه اعرف بس انت بتصلي ولا عامله ايه في الصلاه؟ لا انا بصلي الحمد لله، بس ساعات بقطع في الصلاه. بمزاجك يعني ولا عندك ظروف؟ لا مش بمزاجي والله، ساعات اتوضى وراح علشان اصلي الاقي نفسي اتلهيت في حاجه تانية والميعاد يكون عدى. يبقى بمزاجك، دي اسمها بمزاجك. ماشي تمام، يعني ما عندكش ظروف تمنعك من الصلاه. طيب ان انت دايما بتغرقي ودايما الميه بتنشف حواليكي بعد ما بتغرقي وكلام من ده، فهو بيدل على مشكله انت السبب فيها لنفسك، انت عاملاها لنفسك والميه بتنشف حواليكي، فدايما اسباب الراحه ما انتش لاقياها. ماشي. ماشي ايه اسباب الراحه ما انتش لاقياها ولا انت هتصلي؟ لا انا هصلي الحمد لله. طب لما نكون بنغرق وجوزي يشدني كده هو اللي يطلعني من الميه؟ اسمعي كلامه قولوا له حاضر ونعم. ماشي. في حلم تاني عايزه اقوله لك على اختي. اتفضلي. انا عندي اختي الكبيره، حلمت ان هي جايه لي في الحلم لابسه جيبه مبينه رجليها كده، وبعدين قلت لها انت ماشيه ازاي كده بالجيبه ديت؟ ده لو ابوكي عايش ما كنتش مشيتي بيها كده، ازاي انت ماشيه كده وسط الناس؟ فمشيت بقى الحلم خلص على كده. هي انت زعلانه منها في حاجه ولا كده؟ لا انا مش زعلانه منها في حاجه والله. طب هي متجوزه؟ هي متجوزه ومتطلقه. طيب بص يا سيدي، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام الاول. ان هي تلبس جيبه وهي قصيره، على شكرا يا صباح. وانت تقول لها ازاي لابسه وكلام من ده، فانا بقول لك في مشكله، فانت قلت لا. فمتجوزه؟ لا منفصله. يبقى في مشكله، يبقى انا عندي مشكله، يبقى انا عندي شبهات ممكن هي تكون بتقع فيها من غير ما تاخد بالها. هي انسانه كويسه وجميله ومحترمه، لكن تخلي بالها في خروجاتها وفي كلامها وفي تصرفاتها وفي علاقاتها بالناس اللي حواليها، تخلي بالها لان في دي شبهه. فانت بتقول لها ازاي انت بتمشي كده، فهو بيدل على عتاب بينك وبين اختك. طيب انت بتحب اختك، واختك حبيبتك وكل حاجه الحمد لله رب العالمين. لو انت شايفه حاجه، ولو حتى مجرد ان هي ممكن ان هي تخلي اختك في وسط الناس مش شكلها مش كويس، انصحيها. احنا بنقوله دي مجرد شبهات بس، ان شاء الله ربنا يحفظها يا رب العالمين، فتخلي بالها على نفسها. شكرا لك جدا يا صباح، نورتيني. اخد الرساله معايا، بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، حلمت خير اني رسام ماهر. اني رسام ماهر، هو رسام يعني، ولوحي كلها مباعه لدرجه اني نويت اسافر بره البلد من كثره هذه الشهره داخل مصر. هاخد اسماء. السلام عليكم يا اسماء. عليكم السلام. ازيك يا دكتوره؟ اهلا يا حبيبتي. لو سمحتي يا دكتوره، انا عندي يعني 3 احلام بس صغيرين. يلا قولي. دلوقتي يا دكتوره انا حلمت اللي انا عند والدتي في البيت، وقلت لها ده انا رايحه انا وجوزي الملاهي. فبعدين حسيت ان انا تعبت، رحت كشفت عند دكتور اسمه علاء. يعني كان قاعده على كنبه كده في الشارع، مش فيش يعني مش بكشف ولا حاجه، مفيش حاجه بانت من جسمي. بس هو قال لي ده انت حامل. فروحت، فقلت بقى ده انا هسقط نفسي، ده انا لسه بنتي صغيره، انا معايا بنتي يعني. فقلت لها ده انا بنتي صغيره، قلت ده انا بنتي صغيره، ده انا هنزل مش ههتم بالحمل يعني. فبعدين قلت بقى ايه، طب افرضي ولد، ممكن ربنا يعني ممكن ربنا يجيب ولد، فانا مش هعترض، حتى لو جاب بنتي مش هعترض برضو، انا هسيبها لله. فبعدين روحت البيت، يعني جايزه اختبار حمل معايا؟
فجاي يعني بهيئة زي اختبار حمل اللي انا داخله. يعني انا قلت لو لقيت بصل في البلكونه يبقى ولد، لو لقيت توم هتبقى بنت، فانا دخلت. فاهماني؟ اه. وانت اصلا بتدوري على الحمل؟ لا ده انا بنتي يعني عندها سنه صغيره. فانا دخلت البلكونه في جردل كده، قلت لو لقيت في بصل كتير هيبقى ولد، لو لقيت توم هيبقى بنت. هو جاي الاختبار كده انا مش فاهمه. فبعدين دخلت لقيت بصل كتير ولقيت توميه واحده، لقيت التوميه دي طريه فاضيه من جوه ولقيت بصل كتير. فبقيت بقى فرحانه وقلت ان انا حامل في ولد. بصي الاختبار بتاع الحمل بصل وتوم الله اعلم، فبيدل على مشاكسات. يدل على ايه؟ مشاكسات او معاكسات في حياتك، بيدل على في حاجات كتير قوي بتحسي انها ما بتكملش، وبتحسي قوي ان في ممكن تكوني بتتكلمي انت وزوجك وتحسي ان في مشكله طلعت من ما فيش. دايما بتلاقي في حاجات متعطله عندك، دايما بتحسي ان فرحتك ما بتكملش دايما دايما. فانت بقيتي مستغربه على حالك لان انت عملتي اختبار، فمعناتها الواحده اللي دورت ايه اللي بيحصل لي ده. فعلا. طيب تعالي نقول صلاتك عامله ايه يا اسماء؟ مش على طول يعني، مره بقطعها ومره بصلي. ما هو انت ممكن مثلا تكوني مشغوله طول النهار فتروحي تصلي، او في الاخر تصلي. ممكن تكوني في مشوار فترجعي تصلي، ممكن وراكي حاجه مهمه مع حد فتطلعي تجري تصلي. لكن انك تقطعي خالص وفي الاخر تلاقي نفسك الدنيا معاكي متلخبطه وتقولي ايه اللي بيحصل لي وانت قافله بابك بينك وبين ربنا، فاكيد هيحصل اكتر من كده. يبقى انت دلوقتي عندك مشكله. ايه نوع المشكله؟ ربما والله اعلم يكون عندك حاجه روحانيه وانت مش واخده بالك منها، لان دايما عندك نفور، يعني دايما بتنفخي، انت دايما بتنفخي. لان الاختبار هو دايما واحده اكتشفت ان في حاجات في نفسها وحصلت في طبعها ما هيش فيها اصلا. وكمان لقيتي بصل ولقيتي توم، فانا عندي مشكله. طب المشكله دي محتاجه تتعالج بايه؟ رقم واحد اصلي، رقم اتنين اصلي، رقم تلاته اصلي، رقم اربعه ان انا ابدا ان انا اشوف نفسي فيها ايه، اعمل رقية شرعية. بعد كده اشوف من جوايا ايه الحاجة اللي مزعلاني من 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 عند اي حد قريب مني، وابدأ اتناقش معاه واتكلم معاه، ربما انا اكون ارتاح. علشان انت مش بتواجهي، انت ما بتواجهيش فانت بتخزني، فتخزينك بيعمل لك تعب نفسي. لا احنا عايزين ان احنا نتكلم، وعايزين ان احنا نقول انا عندي مشكلة. من مين؟ من فلانة. طب هروح اتكلم مع فلانة واشوف الدنيا فاهمة عشان ترتاحي. لكن انا ارجع بس اهم حاجه عندي ان انت تصلي، تعملي لنفسك رقيه شرعيه ضروري جدا. بعد كده طبعا شكرا لك يا اسماء. بعد كده ابدا ان انا اتوجه لاي حد ان هو ممكن يساعدني في الموضوع ده. مشايخ كتيره جدا وناس جميله وناس محترمين، تروحي لحد بيتقي ربنا، تروحي له تقول له انا عندي مشكله كذا كذا، هياخد بايديك ويعرفك برنامج معين تمشي عليه. ربما ما فيش حد محتاج لاي برنامج ولا حد محتاج لاي حاجه، احنا كلنا عارفين سكه ربنا. القران في بيوتنا، المصحف عندك اكيد متشال، افتحي واقري فيه، اعملي نفسك رقيه شرعيه، الامور سهله جدا. انا مش بعرف اعمل رقيه شرعيه، اقراي الفاتحه، مش بعرف، قل هو الله احد، مش بعرف، لا اله الا الله، سمي بالله بنيه الشفاء. الامور سهله لكن احنا بنستصعبها. انا شايفه ان انت ممكن تكوني داخله على مرحله مش حلوه، فعلشان نقطع الطريق ده كله وما نمشيش في حته تكون كل مدى فيها مشاكل معايا، لازم انتظم في الصلاه. بعد كده شوف دنيتك ان شاء الله تكون خير. هاخد ام يارا. سلام عليكم يا ام يارا. عليكم السلام، ازيك يا استاذه منى؟ اهلا يا حبيبتي، نورتيني، اتفضلي. ربنا يخليك يا رب. بقول لحضرتك ليا تلات احلام صغيرين جدا هقولهم ورا بعض. حاضر، اتفضل. اول حلم انا كنت يعني كان انا كنت عند اختي دي اسمها عزه، وقاعدين والبلكونه مفتوحه كده وفي كنبه، فلقيت ان نازل من السما كده ايه ثلاث شمعات منورين. تمام. فانا كنت خايفه، فبقول لها ايه ده الحي يا عزه، انا خايفه ده داخل علينا ثلاث شمعات، ده هيخشوا علينا اهو. فلما دخلوا شمعتين اتحطوا على جنب، وواحده طارت تحت رجلي، مش عارفاها اتطفت ولا كانت منوره، بس انا ايه خفت منها وشلت رجلي، رفعت رجلي لفوق، بس ما عرفتش منوره ولا مطفيه، ما تعرفيش. قلت في نفسي يعني هي هتفرقع. هي كانت واقعه منوره بس انا قلت ان هي مطفيه. والاثنين التانيين دول قلت هيفرقعوا ولا هيعملوا ايه، لقيتهم مطلعين زينه. جميل. كانها يعني فسرتها كانها زينه الحياه الدنيا يعني. خلاص انت فسرتيها اصلا. بعد ده كده حلم يعني. قولي التاني.
والحلم التاني وانا كاني كنت في مدرسه والمدير اداني ورقه مكتوب عليها وقال لي تعالي بكره يعني عشان يقضي لي حاجتي اللي انا عايزاها. فوانا طالعه حطيت 100 و200 وجنيهين كده ورق وكام جنيه فضه ونصاص كده حطيتهم في البوك وانا بحطهم وانا ماشيه كده لقيت دبلتين ذهب جداد قوي حلوين جدا فخدتهم قستهم لقيتهم على قد فعجبوني وخدتهم. في حلم تاني برضو ده صغير برضو كأن واحد كان قاعد وفي عيل ماسك كيس كراتيه في ايده وطلع لي منه حلق وحاجه تانية زي ورقه كرتون كده في كيس فانا خدت الحلق فبنت جريت ورايا وقالت لي ايه انا الحلق دوت هاخده قلت لها لا مش هتاخديه وخدته منها ومشيت. طب بصي بصي التلات احلام ما شاء الله شكرا لك. طبعا التلات احلام بيدوني ولد 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 والله اعلم بيدوني خلفة الولد وبيدوني بالبشارة الطيبة وبيدوني بتيسير الامور وبيدوني التلات شمعات شمعتين كانوا موجودين والشمعة التانية مش عارفة انطفت ولا لا فهو بيدل على التمني تمني الحمل في الولد فربنا يا رب العالمين يعطيكي ما تتمنيه يا رب. دي كلها بشارة حتى انت كمان كملتي وقلتي ايه قلت في الحلقه دي بشاره هتجي لك قريب ان شاء الله خاصه لو انت بتدوري على الحمل. فالثلاث احلام مرتبطين ببعض هو خلفه الولد والله اعلم ان شاء الله بامر الله ربنا يديك اللي انت عايزاه يا رب يا اميره. هرجع اخد رساله الرسام فبعد كده بيقول ناديت فنويت اني اسافر بره البلد من كثره هذه الشهره داخل مصر كل هذا في الحلم مع ان انا شيخ في الاصل شيخ يعني هو رسام ولكن في الاصل هو شيخ. هاخد زهره سلام عليكم يا زهره. عليكم السلام دكتورة. ازيك يا زهرة؟ زهرة عليكم السلام يا دكتورة. اتفضلي. بصي حلمت اني ان انا في امتحان ومش عارفة انحل. تمام. وحلمت اني صحباتي حلة وانا لا. في ايه؟ في ايه؟ حلمت ان صحباتي حلة وانا لا. حلة وانا وجدي قاعدة على الكنبة وحلمت مرتين الحلم ده. هو لسه ما فيش عرسان؟ لا والله. ان شاء الله نجيب اجيب لك احلى عريس يا زهرة ان شاء الله. الله يخليكي. بصي يا حبيبة قلبي طبعا في امتحان وكده وحد حالل وانت ما حلتيش وكده وكلام من ده فهو بيدل على احتياجكم لفرحة في البيت. هو عرسان يعني احتياجنا للفرحة الفرحة تخص بنات فان شاء الله بأمر الله ببشرك ان في خير وفي فرحة لان انت بتقولي صاحبتي حلت وانا لا فهو معناتها ان في فرحة قريب لفرحتكم. ودايما انا بقول ان الاختلاط كويس يعني ايه في فرح انتوا تعزمتوا فيه روحوه في اي مشكله عند حد روحوها لو طبعا من القرايب او من الجيران وكده لازم الناس تشوف بعضها عشان بعد كده يتم اللي هو بيقولوا السبب ان السبب ان حد يشوف حد فيرشحه لحد او حد يقول على فلانه انا عايزه وكده. فربنا يصلح لكم الحال يا رب العالمين. في فرح عندي في ان شاء الله جواز عندي باذن المولى عز وجل وربنا يا رب يفرحكم يا رب يا زهره يا رب ان شاء الله حبيبتي. نورهان سلام عليكم يا نورهان. وعليكم السلام ازيكم من زمان حبيبتي اهلا بيكي. فأنا الفترة الأخيرة أحلامي فيها أرقام كتير فأنا مش فاهمة أفسرها إيه. يلا قولي. تمام. أول حلم حلمت إن أنا بتخانق مع راجل مش عارفة في رجالة كتير قاعدة حواليا. ها. فأنا انفعلت معاه فهو أخد عربيته وجري فأنا أخدت رقم عربية عشان أبلغ عنه. ها. رقم العربية كان 93 99 99. 93 99 99. أه. ها. التاني. ده أول حلم. تاني حاجة حلمت إن أنا بجيب سماعات أنا وشاب معرفوش. ها. تمام. فقسنا كذا واحدة لقينا واحدة ب 4200 فأنا قلت له لا دي غالية. بس التاني لقيت واحدة ب 204 قلت له تمام هناخد منها اتنين. هو أنت عندك كام سنة دلوقتي؟ 20. 20؟ أه. قاعدة في البيت ولا بتشتغلي ولا لسه ولا بتدرسي؟ لا بدرس في الكلية. كلية إيه؟ تجارة. تمام. ايه تاني؟ حلمت قبل كده ان القطه بتاعتي بتتكلم معايا يعني انا كنت مستغربه ان هي بتكلمني. كان شكلها حلو وهي بتكلمك؟ يعني مش خايفه منها لا يعني واخد عليها كده وبكلمها. جميل. معلش اخر حلم انا بحلم لا في تاني معلش انا بحلم كتير بالشهب الشهاب اللي في السما بيبقى كتير قوي او السما فيها نجوم وبقعد ادعي. انت الاحلام بتاعت الارقام بتشوفها من امتى؟
بقالي فترة يعني، بقالي حوالي الشهر ده. طيب بصي الارقام اللي هو خاصة 999، في ارقام 9 كتير قوي متكررة، ورقم اتنينات 9 واتنينات، ده بيدل على غلو الاسعار. القطه اللي هي بتكلمك ده، فهو معناتها ان انت، شكرا طبعا ليك يا نورهان، معناتها القطه الحلوه اللي بتكلمك، فمعناتها الواحده اللي عندها ثقه بنفسها او اللي معجبه بشكلها شويه اللي هو انت. الحاجه اللي بتنزل من السماء وده، فهو بيدل والله اعلم على انذارات، انذارات للناس انها تخف فتن على بعضها شويه، مش فتن بتحصل من بره، هي مننا فينا، ده ان احنا نخف الفتن عن نفسنا شويه، عشان ده انذار والله اعلم. فتن بقى زي ايه؟ ان حد يتكلم على حد، ان حد يغير حد من حد، ان حد يذم في حد، ان حد وما شاء الله يعني الموضوع ماشي يعني شغال، الناس ظروفها صعبة والدنيا صعبة والعيشة صعبة والناس شغالة على بعضها كانوا بيتسلوا يعني، فربنا يصلح الحال يا رب. ام محمد سلام عليكم يا محمد. ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال يا استاذة منى؟ الحمد لله يا ام محمد نورتينا. الله يخليك يا رب. معلش حلمين صغيرين ممكن احكيهم لك؟ احلى حلمين قولي. الحلم الاول في واحده جارتنا هنا حامل هي اصلا. حلمت ان هي ادتني تمرتين وانا اكلتهم طعمهم حلو خالص، فانا كنت رايحه اشكرها واجي لها يعني اديتهم لي. جميل رزق. طيب ان شاء الله جايه لك. كملي. انا ماشي رايحه اشكرها واجي لها، لقيتها هي واختها بترعى اغنام. بت ايه؟ بتقول لي بالراحه. بت ايه؟ لقيتها بتعمل ايه؟ نعم. فبتقول لي ادعي لي انا دعوتين واختي دعوتين، وادعي لك انت دعوه واحده. ليك انت دعوه واحده؟ لي انا ادعي دعوه واحده، وليها هي ادعيها دعوتين واختها دعوتين. تمام. بس والحلم انتهى على كده. طب يا طلبت من كتر لكل واحده دعوتين، هو انت اصلا بتقدمي ايه للي حواليكي؟ يعني انت بتقدمي ايه حاجه طيبه للي حواليكي؟ دايما يا رب. هو انا مش دايما بقول ان حد يطلع صدقه او ان هو انت بتعملي ايه اللي حواليك، ان انت تدي فلوس ولا اكل ولا شرب ولا لبس، الكلمه الطيبه، الكلمه الطيبه. هو واضح ان انت ظروفك لهياكي شويه، انت ظروفك لهياكي شويه. ماشي. التمرتين رزق ان شاء الله ربنا كاتبه لك بامر الله في ولادك. شكرا ليكي. طبعا التمرتين رزق ربنا كاتبه لك في ولادك، او بيدل على الاولاد وبيدل على التربيه السليمه، ان انت خدت التمرتين. هي بتقول لكل واحده فيهم ادعي لي ادعي لي، فمعناتها ان الواحد اللي ما بيستخسرش نفسه في خدمه الناس. انا بقول لك انت بتقول لك انت ادعي لي دعوه واحده ايه؟ فما تقوليليش مثلا ممكن يكون عندك ما عندكيش غير محمد وكده، فربنا ان شاء الله يكرمك بالولد او كده، لا انا بقول لك انت بتعملي ايه؟ يعني انت ممكن تخدمي اللي حواليك ازاي؟ انا مش بقول لك روحي اديهم فلوس، روحي اديهم اكل، روحي اديهم شرب، الكلمه الطيبه، الكلمه الطيبه صدقه لوحدها. وكلمة طيبة حلوة، اللسان الحلو حلو. لما تكوني واقفة مع حد وبتتكلمي وكده دايما ما تزميش في حد، دايما ما تتكلميش في حد، قولي الكلمة الطيبة. ولو لقيتي حد بيتكلم على حد حاولي تراجعيه، ولكن تراجعيه بأسلوب حلو خفيف لطيف ما يزعلش حد. حاولي ان انت تكوني دايما متواصلة مع الناس في الخير ان شاء الله، ده المطلوب منك، التواصل دايما في الخير مع الناس. رابحة سلام عليكم يا رابحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رابحة وانت رابحة ازيك؟ الله يسلمك. اتفضلي يا حبيبتي. الحمد لله يا حبيبتي. اتفضلي. معلش اقول لك حلم حلمت لاختي بس تجيلك من شويه. حاضر. انا حلمت ان اختي نايمه في مكان خارج البيت زي الغد كده. حولها زرع وجايمه مخضوضه. فعمتي زي ما اكون بستفيها دم، زي ما اكون حد اعتدى عليها. وانا كنت قلقانه جدا. فعمتي مسكت الجلابيه بتاعتها كده وبتقول اه فعلا فقدت عذريتها. صرخت. رحت انا قعدت ابكي. وبعدين لقيت واحد هو نجي رنا اسمه احمد في الحقيقه. فرحت لقيته نايم على الطريق، فقلت اكيد هو ده اللي فعل كده، اللي عمل كده فيها. رحت قعدت اضرب فيه بس مش عارفه موته ولا لا، بس قعدت اضرب فيه جامد. وبعدين مرات عمي مسكت برضه الجلابيه بتاعت مروه كده، قالت اه صح الكلام صح. ان هي فقدت عذريتها، فانا بقول لها اه صح، بحيث ان ايه تاخد الكلام العكس، تقول لا الكلام مش صحيح طالما اختها بتقول صح. فالمهم رحت انا قعدت ابكي وقعدت اقول يا رب مروه تموت، يا رب انا اموت، يا رب انا اموت، وبعد كده ادعي عليها واقول يا رب هي تموت. وكنت قلقانه وعماله ابكي في المنام. طيب خليكي معايا يا رابحه. احمد على الطريق والله اعلم، يعني الخبر السعيد. الله المستعان. طيب فقدت عذريتها، فهو بيديني اشارتين، بيديني اما خلفه الولد او بيدل على الزواج بالفعل. يعني خلفه الولد او الزواج، وانت بتدعي على نفسك وبتدعي على اختك، يعني انت بتدعي على التاهيل، على انتقالك من العزوبيه للزوجيه.
يعني هو مش يقلق ولا حاجة. لا ده انت عايزة تتجوزي بقى. الله المستعان. ربنا يفرحك. قولي. لا خلاص كنت هقول لك وعمتي اللي عماله تصرف بس. لا 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 لا, لا. بصي هو احداث الحلم كلها طيبه كلها جميله كلها مبشره بالخير ما فيهاش اي حاجه. طب الحمد لله. لكن الصرخه اللي انت شفتيها في الرؤيه هو بيدل على الحسد. فطبعا انت ما شاء الله ملتزمه وكده فعايزين رقيه شرعيه بقى ليكي ولاختك وللبيت. ماشي حاضر. شكرا شكرا يا حبيبه قلبي. شكرا لك يا ربحه. الاحلام جميله والاحلام اللي هي زي ربحه. طب احنا هنقول مثلا طب هو الحلم لو فيه دم هل بيفسد الحلم؟ مفيش حاجه اسمها بتفسد الحلم. الدم في الاحلام بيدل على الحاله النفسيه او بيدل على المشكله المرضيه اللي هي مش ظاهره ومش باينه لكن من خلال الحلم ممكن تبان. طب هو هنا في الحلم ان هي فقدت عذريتها ايه معناتها؟ ان في مناسبه وفي فرح وفي قلق. يعني انا عندي قلق وعندي ان شاء الله مناسبه ربنا يكتبها لي ولكن انا قلقانه. ممكن اكون قلقانه من تاخير الزواج. ممكن ان انا لو نفسي في حمل الموضوع متاخر فهو ده بيجي على ايه الدم. هي الحاله النفسيه مش موضوع ان هو بيفسد الاحلام خالص والكلام ده. والله اعلم. ارجع تاني للي هو الرسام اللي هو بيشوف نفسه بيرسم وكده في الاخر هو بيقول مع العلم اني شيخ. طبعا ده بيدل والله اعلم بيدل على صاحب الراي وبيدل على ان هو الناس حباه وبيدل على ان هو يعني بيمتلك لسان طيب. هاخد ام رشا وارجع لرسالتي ان شاء الله. ام رشا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام رشا؟ الله يخليك يا حبيبتي كل سنه وانت طيبه. انت طيبه يا ام رشا. لو سمحت عندي حلم لابني. قولي يا ام رشا. حلم له حلم انا. حلمت انا اللي هو في مدرسه في مدرسه. وهو داخل المدرسه داخل السور كده ففي حاجه وقع من فوق بتقع من فوق. من فوق السور ولا من فوق السما؟ لا من فوق من السما. فراح يجري ياخدها لفه كده مش عارفه هي ايه لفه جورنان كده. فراح ياخدها فراح مدرس قمح كده راح ماسكه ونزل عليه ضرب 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 جامد. وقع من الضرب ودني ساكت ولا بيتكلم ولا بيقول اي حاجه نزل عليه ضرب ضرب. رحت انا نطه من على السور ورحت رايحه على المدرس ده رحت ماسكاه ضربه ضربت ضرب جامد. والمدرس ما اتكلمش ولا قال اي حاجه خلاص والنازله فيه ضرب عدم في العافيه من الضرب. عشان خاطر ايه؟ هو في سنه كام؟ هو في الكليه في ثانيه جامعه. يا ربنا يصلح لك حاله يا رب العالمين. هو في حد مستقصده؟ في حد مستقصده اصلا؟ هو في ناس بتعمل له يعني اعماله كان المدرس السنه اللي فاتت مستقصده. طيب بصي حاجه تنزل من السماء وفيها كتابات فهو معناتها بامر الله على الشهره او بيدل على الاشهار او بيدل على الـ على الـ على الـ على العلو ان اسمه يكون مميز في وسط الناس اللي حواليه. طب ان حد يضربه ففي حد بيحبه لكن هو هيبدا ان هو الفترات اللي جايه يظهر له في فينشغل ابنك هينشغل بيه لان بعد كده انت هتضربي الحد ده فانت هتحبيه لحب لابنك. يعني حاجة كويسة يعني لابني؟ حاجة حلوة بس أنا مش عايزاه ينشغل. أنا عايزاه يتبع لدراسته. مش عايزاه ينشغل. مش عايزاه ينشغل عايزاه يتبع لدراسته؟ يعني مش عايزة حد يشغله. القصص اللي أنت عارفاها دي بتاعت الشباب مش عايزاه ينشغل خالص. طب هو تعبان يعني عصير بطنه على طول تعبان يفتح سنة ونص تعبان كده. وكنت بشوف الحلم بعد الشر عنه هو ابني الوحيد أصلا أبوه متوفى وعنده 3 سنين. ربنا يخليهولك يا رب. الله يخليك. بس عنده 22 سنة. كل ما أشوفه هاتف يجي لي كده في مكان بعد الشر يقول لي هو هيموت. لا لا ده شيطان. لا بصي ده شيطان بقى بيضحك عليك عشان من كتر خوفك اللي زايد عليه. سلمها لله. الله يخليك يا رب. يعني اطمن عليها دكتور عشان خالص 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 خالص. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يخليك. شكرا لك جدا يا ام رشا. ربنا يبارك لك فيه وتشوفيه يا رب صالح بر بيك يا رب العالمين. طبعا الحلم طيب. الحلم ما فيهوش اي مشكله ولا اي حاجه. انا بقول لك حد مستقصده ليه؟ لان واضح وانت بتتكلمي ان انت عندك مشكله ان انت تعبانه من حاجه لكن هي بعيده عن الحلم تماما. طبعا حلقتنا عدت معاكم كالعاده النهارده بسرعه. طبعا شكرا لكل الناس اللي تواصلت معايا وبرنامجنا دايما هيكون ثابت ان شاء الله كل يوم اربع من كل اسبوع الساعه 8 وربع. استنونا ان شاء الله في نهايه حلقتي. استودعكم في حفظ الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.